والله بجد. ما هو ده الجديد. مين تاني تحب تحيي ذكراه؟ والله انا اعشق بليغ حمدي. الله. لان هو كمان الناس ما تعرفوش ان هو انا كمان بتابعه قوي، بتابعه كمان في كواليسه جوه حياته. هو موسيقار بمعنى كلمة موسيقار. يعني هو الوحيد اللي كان بيلحن بالورق والقلم. مش على العود. يعني بيكتب نوتة وهو بيلحن، فهو لا حاجة يعني كده، حد حلم بصراحة. نفسك تغني له ايه؟ يعني انا بحب له كل الحاجات اللي طب ما تغني لنا حاجة كده. يعني اقول لكم مش جاي في يوم وليلة، في يوم وليلة دون حلاوة الحب كله، في يوم وليلة أنا وحبيبي، حبيبي دوبنا عمر الحب كله، في يوم وليلة عمري ما شفته ولا قابلته، ياما شغلني طيفه، وفي يوم لقيته هو اللي كنت بتمنى اشوفه. نسيت الدنيا وجريت عليه زباي هو وسحب ايديه، لقينا روحنا على بحر شوق، نزلنا نشرب ودوبنا فيه، ومين يصدق يجرى ده كله، ونعيش سوا عمري كله، في يوم وليلة ليلة 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 ليلة. انا عايز اقول حاجة عظيمة جدا. احمد سعد انت مبدع حبيبي، اغنيه عظيمه بصوتك، بس هي مش بليغ حمدي. امال مين؟ محمد عبد الوهاب. ايه ده والله بجد. ما هو ده الجديد. انا بس قلت ايه، ده الجديد. انت عمرك سمعت حاجه البليغ على محمد عبد الوهاب؟ انا بحب اجدد والله. عمرك سمعت طول عمرك بتسمعي الحان بليغ لبليغ؟ رهيب. اللي ما سمعتش حاجه البليغ محمد عبد الوهاب اللي ملحنها ابدا.